كل التوفيق طبعا للمنتخب السعودي. ابو عبد الله، شو كيف شايف المواجهه؟ دون شك ابو كرم انه وضع المنتخب السعودي وضع مثالي جدا، حتى بالنسبه الى عمليه الترشيحات او الفوز، او انه المنتخب الصيني اضعف المنتخبات كما يقولون. رد عليه اللي هو المدرب ريناند وقال انه هو ليس هناك حتى الان اي شيء مضمون للتاهل، وبالتالي سنلعب الى الفوز في المباراتين القادمتين. حمادي ربما يعني في السطر الاخير من تقريره قال كل شيء. في حاله فوز اليابان على استراليا تبقى مباراه المنتخب السعودي احتفاليه، ولكن مدرب مثل الفرنسي ريناند لن يرضى بغير الفوز. بالنسبة للغيابات الغنام والمالكي منذ بداية التصفيات، حقيقة هناك أكثر من لاعب مهم غاب عن المنتخب، والمنتخب يعني حقق نتائج إيجابية. غاب العويس، عاب سلمان، عاب سلمان الفرج، والأمور بالنسبة مع ريناند إلى الأحسن. أبو عوف، الشيء المهم بالنسبة للمنتخب السعودي أنه بيلعب وهو عارف نتيجة المباراة الأخرى، وهذه بتعطيه ادفانتج مصطفى في كل الحالات. حتى لو في حالة فاز المنتخب الأسترالي على الياباني، فهو عند الادفانتج أنه عارف النتيجة وبيلعب على ضوء نتيجة المباراة بين اليابان وما بين أستراليا. لكن يجب على لاعيبة المنتخب السعودي وضع في الحسبان أن المنتخب الصيني مش منتخب متواضع. العب كأنه تلعب ضد أستراليا ضد اليابان في مباراة، يعني نقول مباراة السعودية مع الصين. أنت مش محتاج أنك تقدم مستوى راقي جدا. صحيح منتخب السعودي في آخر مبارتين ما كان بنفس القوة، لكن في هذه المباراة فقط مصطفى محتاج 3 نقاط للصعود، وإن شاء الله أنه بيحققها. المنتخب الصيني وين ممكن يشكل مشكلة للمنتخب السعودي؟ ممكن إذا أعطى فرصة المنتخب السعودي أنه يرفع كعبة عليه في هذه الحالة ممكن. أو اعتقد لعيبة منتخب السعودية أنه ممكن في أي وقت من أوقات المباراة نفوز. توقعاتك؟ إن شاء الله السعودية. إن شاء الله السعودية. أبو عبد الله، هل من تخوف أم الأمور مثل أقولوا حاطين إيديكم ورجليكم مي باردة؟ لا أبو كرم، مثل ما قال التقرير ومثل ما قال أبو عوف، يعني بحالة فوز أستراليا أنت ليس أمامك إلا الفوز حقيقة. تلعب على على على, على 3 نقاط، حتى المباراة الأخيرة لا تدخل في حسابات. وفي كرة القدم هو المنتخب الصيني اللي يلعب بدون ضغوط أبو كرم، واللي يلعب بدون ضغوط هو هذا المنتخب اللي ممكن أنت تخاف منه. ولكن كل هذا الكلام مؤجل أبو كرم إلى حين مباراة اليابان والأسترالي. طيب ولو انتهت بالتعادل يصير اليابان استراليا 16، المنتخب السعودي 19، يعني مطلوب من المنتخب السعودي على الاقل التعادل حتى تكون مباراته الاخيره مع المنتخب استراليا ايضا له تحصيل حاصل بالنسبه الى التعادل. طيب راح نروح لفاصل وبعده راح